تمكن منذ قليل فريق هيئة السكة الحديد من رفع إحدى عربات قطار مطروح القاهرة اللي خرج عن مسار بمحطة دمنهور دون حدوث أي إصابات. واستعانت هيئة السكة الحديد بأوناش عملاقة لإزالة آثار الحادث وجري إصلاح قضبان السكة الحديد لإعادة حركة القطارات مرة أخرى لطبيعتها. كانت محطة قطارات مدينة دمنهور البحيرة شهدت إزالة آثار خروج جرار قطار ركاب وإحدى العربات بخط القاهرة الإسكندرية عن مسارها أثناء دخول القطار محطة السكة حديد دمنهور صباح اليوم. وأكدت مصادر مطلعة استعانة هيئة السكة الحديد بفريق عمل وأوناش عملاقة من محطة طنطا لإعادة العربات لمسارها وإصلاح قضبان السكة الحديد والعربات بورش الهيئة بالإسكندرية. وكانت طبعا الأجهزة الأمنية تلقت بلاغ بخروج جرار قطر ركاب رقم 774 والعربة الأولى من القطار القادم من مطروح عن قضبان شريط السكة الحديد أثناء دخول محطة دمنهور.